السلام عليكم، وياكم أنا الدكتورة ندى بن حريز المري، استشاريات غدد صماء وسكر، مستشفى توام. حاصلة على تخصص دقيق مجالات الغدد الصماء والسكر من جامعة أوتاوا يونيفرسيتي في كندا. حاصلة على تخصص دقيق في مجالات سرطانات الغدد الدرقية، بالإضافة إلى تخصص دقيق زمالة في مجالات الكوليسترول والغدد الكوليسترول والدهون، بالإضافة إلى الاعتلالات الجينية التي قد تكون مصاحبة لأمراض الكوليسترول والدهون. في البداية أحب أن أشكر الجهود الكبيرة المبذولة وراء نجاح افتتاح مركز السكري من قبل الإداريين والزملاء الأطباء الاستشاريين في مستشفى توام، طبعاً الذي يعكس احتياج المجتمع لهذا الصرح العملاق. طبعاً مركز السكري الهدف فيه تحسين خبرة المريض للحصول على العلاج جميعها تحت سقف واحد، بحيث أنه يبدأ رحلة العلاج من مقابلة مختبر الدم، ثم سيكون بنفس المكان ممكن أن يقابل الطبيب الاستشاري، التدقيق الصحي، التغذية، والخبير القدم، بالإضافة إلى الأوعية الدموية. من ضمن الجهود الذي نقوم بها في هذا المركز أيضاً هو اللقاء الأسبوعي لجميع الأطباء بشكل دوري أسبوعي لمناقشة أحدث العلاجات المتوفرة وأحدث الأبحاث الموجودة عالمياً، نقوم بمناقشتها هنا في مستشفى توام في المركز، وثم اعتماد آخر العلاجات والأدوية المتوفرة وإدخالها إلى مستشفى توام. والحمد لله طبعاً جميع الأجهزة متوفرة هنا لدينا، جميع أحدث العلاجات وطريقة التشخيص بجميع الأنواع، بالإضافة إلى دورنا في تشخيص مرض السكر أيضاً نحن نقوم بالرؤية إلى وقاية من أمراض السكر، التثقيف المبكر، محاولة تثقيف المجتمع عن أمراض القلبية التي قد تكون مضاعفات لأمراض السكر، حيث أننا نقوم دائماً بكل زيارة بإطلاع المريض على المخاطر الذي هو يحملها للإصابة بأمراض القلب مثل السمنة، السكر، الضغط، الكوليسترول، ونقوم برسم خطة علاجية للسيطرة على هذه المخاطر قبل الحدوث، وطبعاً هذا يحسن أو يقلل من المضاعفات التي قد تحدث فيما بعد.